شكرا لمؤسسة نخيل العراقي وهي تحتضن مثل هذه الجلسة التي تضم شاعرا مهما عرفناه جميعا وتفاعلنا معه وكأنه واحد منا. الشاعر سامح محجوب من الشعراء الذين ينتمون إلى أم الدنيا مصر العربية. سعيد بأنني ألتقي بأصدقاء لم أراهم أو لم نلتقي منذ سنوات طويلة، جاءوا من أماكن عدة، واشكرهم طبعا لأني شفتهم. طبعا أنا فعلا زي ما قال أستاذنا أنا قاعد أمام نخبة عراقية، كل شخص فيهم أو كل كاتب أو كل مبدع فيهم يستحق وزيرا لثقافة بلده ومعبرا عن إبداع بلده. دي مهداة للمقاومة الفلسطينية. بعيد عن أي أيديولوجية، الرأي فؤاد حداد بيقول لك كل فروع الحق بنادق غير الدم ما حد سلم. في مكان غير مرئي من هذا العالم الموحش يئن ملاك صغير من اليتن، تئن عشبة مشرئبة تحت وطأة مجنزرة مدفوعة بالدم الحرام، يئن الانتظار في محطة القطار القديمة بيافا، تبيح امرأة براءة اختراعها أنثى لوحش آدمي يأكلها ويشهد أن لا إله إلا الله، ينام الله في صحن الكعبة تحت الحراسة الملكية المشددة لعواهل البترول. ده كان مشروعي هو القضاء على إمبريالية المركز، مش بس في الإعلام، في الإعلام والثقافة، لأن أنا أول ما اشتغلت في وزارة الثقافة المصرية 22 سنة كلفت أن أنا أكون مدير مركز سعد زغلول الثقافي، ولا أعرف ما معنى كلمة موظف، شاب صغير 22 سنة ما يعرفش إيه يعني إيه وظيفة أصلاً. التتر مسلسل الأيام، هذا التتر المعبر جدا، صوت علي الحجار العافي جدا في الوقت ده، علي الحجار واحد تاني خالص مختلف، وهو بي 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 بيقول تتر الأيام كان أكبر مؤثر لي. وجملة طه حسين لأساتذته في الأزهر الذين تكاتلوا عليه وأرادوا أن يرصوا في الاختبار، وقال لهم بيقولوا أنت سقطت يا شيخ طه، قال لهم بل هم الذين سقطوا بصوت أحمد زكي الممثل المصري اللي تقمص الدور بقوة شديدة جدا. كانت الجملة المفصلية اللي خلتني حصل أو حست الثانوية الأزهرية ولم أكمل في الأزهر، وتوقفت تماما عن الدراسة وجلست في بيتنا. منذ سبت مهرجا في بلاطكم لم يعد وكي إلي يا وحدي، كم طريق عبدتها للمساء وخذلت، كم رغبة عمدتها بدم الحرمان، كم صديق تركته في فم الموت وعدت ناقصا منك يا وحدي، من علمك القسوة عليك توحشت حتى صرت غابة من ندى ودموع،